وابدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام، ارحب بكم وبحضرتكم من جديد وفي انطلاقة جديدة لتعلن في هذه اللحظات انطلاقة الشوط الخامس عشر للابكار الاجذاع. اندفعت الشعارات والاسماء، نرحب بكل الاسماء والشعارات الزاهية التي تزين ارضية ميدان المرموم. حيث انطلقت الشعارات نبدأ مع هذه الأسماء، نبدأ مع المركز الأول ليتابع جناح لهجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران. من يقدم جناح مع المركز الأول، بينما المركز الثاني القادمة بكل قوة. أتابع في هذه اللحظات انطلاقة فرق لهجن الرياسة صالح بن سعيد بالعرج المري. من يقدم لنا فرق مع المركز الثاني؟ المركز الثالث أوصلت أيضا الشاهينية بشعار هجن الرياسة المستحيل بذياب راشد بالسم المنصوري. من يقدمها؟ من يتابعها؟ بينما المركز الرابع القادمة بكل قوة أتابع ماضي بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان علي بن سعيد بن مبروك الوهيبي في عملية التضمير. وفي المتابعة بينما الحضور مع المركز الخامس القادمة بكل قوة أتابع في هذه اللحظات من تندفع ومن تنطلق. المنطلقة مع المركز الخامس في هذه اللحظات أتابع قطنة لهجن الشحانية فاران بن محمد بن حمد بن قريع المرية. انتقل إلى المركز السادس لأتابع مقصصة بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. انتقل بدوري الى المركز السابع لأتابع في هذه اللحظات انطلاقة اشواق 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 لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري مقدما اشواق. بينما المركز الثامن القادمة الشاهينية بشعار هجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون نجم هذا المهرجان يقدم لنا الشاهينية. بينما المركز التاسع القادمة بكل قوة أتابع الشاهينية بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي في عملية التضمير. بينما المركز العاشر القادمة والمنطلقة أتابع أملولة بشعار هجن الرياسة الظافر علي بن جميل الويبي. من يتابعها؟ من يقدمها؟ ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى الصدارة. من غيرت في هذه اللحظات؟ من تنطلق وتحتل المركز الأول؟ أتابع ماضي بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان علي بن سعيد بن مبروك الوهيبي يتولى عملية تضميرها. المركز الثاني القادمة فرق بشعار هجن الرياسة وصالح بن سعيد بالعرج المري. بدأت المعركة حمي الوطيس واشتدت المنافسة. وصل المجازف
مع الشايلية مع شعار هجن الرياسة، الشعار الحمر الخطير، المركز الرابع، القادمة هجن الشحانية في هذه اللحظات، الادعم قادم، اشواق اشواق واشواق، لا تزعلون اشواق، من يزعل اشواق يزعلني، القادمة ايضا في هذه اللحظات تتقدم احتلال بشعار سمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني حمد بن طالب بن علي الجربوع المري في عملية التضمير. نعود إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى هجن الرياسة، إلى المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يقدم لنا الشاهنية، يقدم لنا الشاهنية، وأيضا القادمة ماضي هي القادمة، هي الحاضرة في هذه اللحظات، شعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي، وهجن الشحانية قادمة، أوصلت أسماء، أوصلت شعارات، أحضرت وتقدمت احتلال سمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن حمد الثاني حمد بن طالب المري. لحظات الحسم، لحظات العنفوان، يا بن زيتون يا بن زيتون، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، يا المجازف، هجن الشحانية قادمة، قادمة في هذه اللحظات من خلال تقديم الجازي لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران، وأيضا أحضرت احتلال، ولكن الرياسة، 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 وهجنها، وهجنها الأسطورية، الرياسة ومضمرها محمد بن عتيق بن زيتون، ولكن هجن الشحانية، هجن الشحانية، الجازي، الجازي، الجازي لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران، يقدم لنا الجازي، غادرة الجازي لهجن الشحانية، العنابي، 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 طار مع الجازي، طار مع الجازي، هجن الشحانية تقدم هذا العرض الكبير، هذا العرض المثير، هذا العرض الخطير، الله على هجن الشحانية وعلى العنابي، الادعم 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 الادعم، هجن الشحانية، سلام يا دوحة الخير، سلام، سلام لهجن الشحانية، وسلام لجابر بن سالم بن فاران من قدم المركز الثاني. هجن الرياسة أوصلت مع الشاهنية مع المجازف المركز الثالث، أوصلت احتلال سمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن حمد الثاني حمد بن طالب المري المركز الرابع، أوصلت مع المركز الرابع ماضي سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي، والمركز الخامس أوصلت الظبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بن ظبيع الاكتبي. التوقيت الزمني، نعود إلى توقيت هذه البطلة الجازي، 8:48 جزء وحيد من الثانية، والتوقيت الأفضل، سلام لهجن الشحانية، سلام، والسلام لجابر بن سالم بن فاران من قدمها في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني أوصلت الشاهنية بشعار هجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، 8:50 جزئين من الثانية، تهانينا للرياسة وهجنها، والمركز الثالث أوصلت مع المركز الثالث متابعنا الكرام احتلال سمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن حمد الثاني حمد بن طالب الجربوع المري، وتوقيت الزمن 8:57 جزئين من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.